مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الفضاء الخاص والمغاير والذي ينتمي للإنسان وللفطرة السليمة. نتحدث في هذا الفضاء عن مكانة المعلم، عن مكانة المربي، عن مكانة اللبنة الأولى التي تبني وبنت بيوتا أصبحت من أركان كونتها أجيال، ومن ثم الفضل يعود للمعلم. مستمعينا الأفاضل، الخامس أكتوبر من كل سنة يحتفي العالم باليوم العالمي للمعلم، وما أدراك ما المعلم. تحية كلها إجلال وتقدير لكل معلمي الإنسانية، لكل معلمي العالم. وعلى رأس هذه على رأس كل هؤلاء يأتي في المرتبة الأولى بدون نقاش وبدون تفكير وبدون يعني حتى أدنى فكرة، بالشكر المطلق لنبي المعلمين، لنبي الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الأفاضل، فاصل ثم نواصل والحديث عن المعلم في يومه الذي يصادف الخامس أكتوبر من كل سنة. أكيد كلكم مشتاقين للحديث عن المعلم. المتلقي الفاضل والمستمع الكريم، حينما نتحدث عن المعلم أكيد إن صح التعبير ننكش في مخيلته، في انتمائه، في حبه، وفي لانوستالجي هذيك اللي تخليه تعيشه وترجعه لسنوات مضت. احنا راح نتكلموا على المعلمين، وعلى لسان المعلمين يحضر معي ضيفي الكريمين المعلمين، الأستاذ علي رحيم معلم متقاعد عاش حياة كلها تعليم نشأ. أهلا بك أستاذي الفاضل. أهلا بك سي نعيم. شكرا. تحية تربوية مني إلى كل المستمعين. شكرا. طيب، وكذلك يحضر معي المعلم والأستاذ معروف سالم معلم بمدرسة الحراية التابعة لبلدية سيدي عقبة. أهلا وسهلا. تحية طيبة لكل المشاهدين. شكرا أستاذ نعيم. طيب الأستاذ معروف سالم، وشكرا جزيلا على قبولك دعوة هذا اليوم، لأنه احنا راح نكرمه ونحاول نسعى في الحقيقة يعجز لسان التعبير. لما راح نتكلموا على معلم احنا راح نتكلموا على قامة من القامات، راح نتكلموا على أعمدة أو أحد أعمدة المجتمعات والدول. الكثير من الدول التي كانت في طريق النمو أصبحت الآن دول يعني نامية ومتقدمة جدا بفضل معلمها، لأنه اهتمام هذه الدول كان يصب على المعلم وكان يسلط الضوء على المعلم، كيف نجعل من المعلم يعني قائدا للأمة. وبالتالي أصبحت هذه الدول في طور يعني النمو وأصبحت متقدمة وصاحبة صناعة إلى آخره. طيب، حتى الجزائر تواكب هذه يعني تواكب هذه الفكرة وهذه المنهجية، يعني وإن أعطت للمعلم المكانة اللازمة. فقط يجب على المعلم يستغلها الاستغلال الحسن باش نربوا أجيال تربية ونشأ إن شاء الله يكون يخدم هذا الوطن. الأستاذ علي رحيم، اسمح لي طولت شوية، تفضل باش نقدمك للناس، لأنه الناس متوحشينك. على بالي باللي الكثير من اللي قريتهم وربيتهم راهم متوحشينك وحبوا يسمعوا صوتك وحبوا يطمنوا عليك. طمنا الأستاذ علي رحيم عن حالك، وطمن حالك عن الناس اللي تحبك والناس اللي تسمع فيك والناس اللي قريتها في الأقسام والناس اللي أصبحت مديرا بعد ذلك وتقاعدت بعد ذلك عبر لا أعتقد عدة مدارس أو مدرسة، لا أدري، أنت راح تفصل في ذلك. تفضل أستاذ. بدء أشكر سي نعيم على إتاحة لنا هذه الفرصة نتواصل عبر الأثير مع زملائنا وتلاميذنا. وعلى كل حال، البداية بالنسبة لي أنا كانت بعد التكوين في المعهد التكنولوجي بباتنا من 66 إلى 70 لمدة 4 سنوات،
تكوين أولي، ثم عينت في مدرسة بسيدي خالد، لم أمكث طويلا، ثم انتقلت إلى بسكرة مدرسة بابش عبد الله التي قضيت بها 25 سنة. بابش عبد الله باب الضرب. باب الضرب. مدرسة التي تنتمي للعظيم الأستاذ علوي. علوي سليم. علوي سليم رحمه الله. نعم. كان سليم علوي كان هو معلمي في الابتدائي، وأصبحت معلما تحت إشرافه، ثم أصبحت زميلا له. ما شاء الله. نعم. وهو نعم المعلم المربي كذلك رحمه الله. نعم. بعد ذلك انتدبت إلى المعهد التكنولوجي بباتنا لتكوين على رتبة مدير مدرسة ابتدائية. وبعد التخرج من المعهد التكنولوجي مدة سنة عينت في مدرسة سبع مقاطع بالوطاية كمدير، ثم انتقلت إلى مدرسة المجموعي بالوطاية، قضيت 3 سنوات تقريبا، ثم انتقلت إلى بوشقرون مدرسة عثمان بن عفان، قضيت 3 سنوات، ثم انتقلت إلى بسكرة هنا في 2004-2005 سنة دراسية، قضيت بها حوالي 7 سنوات كمدير في مدرسة التربية والتعليم اللي في الأصل هي مدرسة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وكان لي الشرف أن أشرف على هذه المؤسسة التي أشرف عليها العمالقة. نعم. نعم. منهم علي مغربي ربي يرحمه، منهم المدير ناجي من سيدي عقبة مفتاح، منهم محمد الغسيري، منهم اللي كانوا قروا ثم فرحات نجاحي. هذا العمالقة كان لي شرف أن أجلس على الكرسي الذي جلس عليه هؤلاء العظماء. ما شاء الله. هذه من هذا من نبلك، ومن يعني كما يقولوا أنك اعترفت بالخير لأهل الخير. واحد لما يعترف بالفضل لأهل الفضل أكيد يعود صاحب فضل هو كذلك. الأستاذ علي رحيم، انتقالك من ابتدائية لابتدائية ومن ثم مدير ومن ثم صاحب نشاطات عدة والآن راك متقاعد، أكيد 5 أكتوبر من كل سنة يمثل لك رمزية مهمة جدا. والله 5 أكتوبر هذا هو أولا هو الاحتفال بذكرى تكريم المعلم، هي هذه الذكرى هو الاتفاقية التي أبرمت ما بين اليونسكو وما بين المنظمة الدولية للشغل. نعم. واليونسكو طبعا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. نعم. ففي قبل 66 كانت حالة المعلم المادية والاجتماعية متدهورة. فارتأت المنظمة الدولية للشغل والمنظمة اليونسكو أن يبرموا اتفاقية تعطي للمعلم أهمية وتوليه أهمية في التدريب والتكوين والتنمية المستدامة بالنسبة للمعلم حتى يعطي أكثر. والجزائر من ضمن هذه الدول التي مضت على هذه الاتفاقية، وحاولت الدول الجزائرية قدر الإمكان أنها تطبق، وفتحت المعاهد التكنولوجية للتكوين الأولي، وبعدها عملت على باش نقول التكوين المستمر والتدريب حتى يعطوا يعلموا التلاميذ النقد وإصدار قرارات، ويعني يجعلوا من التلميذ مواطن صالح يفكر وينتقد وينتج أفكار ويجد حلول للمشاكل التي تواجهه في الحياة. نعم. فالجزائر عملت على هذا المنوال، وبالتالي هي فتحت المعاهد وكونت المكونين وأعطت كل ما يلزم حتى تواكب التعليم على مستوى العالم. نعم. وفعلا وهي كذلك. وهي كذلك. نعم. أحد تلاميذك أو معاك
حاب يكرمك ثاني تكريم، وقد كرمك قبل ذلك تكريم ثاني مغاير تماما، تكريم يحمل معاني ورسائل مهمة وإعلامية بالدرجة الأولى، هو الأستاذ والمعلم معروف سالم. هو معروف ب يعني بمواكبته لكل حدث تربوي على أساس هو من التربية والتعليم، وكذلك باش يحب يعرف الأجيال من هم المعلمين اللي فاتوا عليكم. الأستاذ معروف سالم مرة أخرى رحبوا بك، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. نشكر إذاعة بسكرة على هذه الدعوة، نشكر الأستاذ الإعلامي نعيم لماشي، تحية لكل الأساتذة والزملاء في عيدهم العالمي يوم 5 أكتوبر يوم المعلم. نعم تفضل أستاذ. بالنسبة لأستاذ علي رحيم، ربما للتوضيح فقط، أنا يعني لم أتمدرس عنده يعني المعلم مباشر كتلميذ مباشر، ولكن أعطيك معلومة بسيطة. نعم. فقط الأستاذ علي رحيم ربي يبارك في عمره بدأ التعليم في سنة 1970، والمتحدث أمامكم ولد في سنة 1971. ولكن الآن يعني هو يعتبر أستاذا لي، وأفتخر بأنني تعرفت واستفدت من أستاذنا ربي يحفظه في مختلف الأنشطة، وخاصة في النشاط التعليمي والنشاط التربوي. هو ككشاف وعميد من عمداء الكشافة، كناشط إعلامي، كعضو مكتب في جمعية متقاعدي عمال التربية. هو في الحقيقة كما يقول الشاعر، يعني أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال منهم شفاعة وكرامة مثلا. فليس بالضرورة يكون معلمي هو المباشر، أنا لما يكون معلم عظيم أفتخر نقول هذا معلمي، حتى لما قرانيش قرى معلمين قراني، يعني كان اتصال، ما فيهاش كان تواصل، هذا فخر لنا. لا أكيد أكيد. طيب أستاذ، هذه رسالة متواصلة. جميل. كذلك من رسالتك المتواصلة هو أنك لديك قناة تسمى في اليوتيوب، تسمى بقناة سيدي عقبة، هي قديمة ولكن تخدم دائما. تكريمك تم مؤخرا، يعني لاحظت أنك يعني تقوم ب مش عارف أنا بالتعريف والمعلمين عبر لقاءات هكذا صوت وصورة، قمت مؤخرا بتكريم كذلك الأستاذ. نعم أستاذنا، انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلما، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. هذا هو ديننا الذي نزلت فيه أول آية تدعو إلى العلم وإلى القراءة، اقرأ باسم ربك. نعم. انطلاقا من هذه المبادئ التي نشأنا وتربينا عليها كلنا، مبادئ دينية ومبادئ فيها الخير، وحملنا هذه الرسالة من خلال وظيفتنا التي نتقاضى عليها أجر، شعرنا ربما، أنا نتكلم عن شخصي ضعيف، بعد سنوات من هذه العمل أكثر من 25 سنة في مهنة التعليم، الآن بدأت أدرك الرسالة التي قدمها لنا هؤلاء الأساتذة الذين علمونا. فأردت من خلال هذه النافذة أن أسجل حوارات ولقاءات مع هؤلاء الأساتذة المباركين العظام الذين تركوا بصمة في نفوس من علموهم ودرسوا. جميل. فلهذا أردت من خلال هذه الحوارات أن أرسل عدة رسائل. هل أذكرها الآن أم لا؟ لا تتفضل أذكرها. يعني أنت زميل. نعم. لديك قناة في اليوتيوب ما شاء الله. تخدم التربية وتخدم التعليم والنشر، هذا شيء جميل يشرف. أول شيء، نحن لا نستطيع أن نجري لقاءات أو نصور لقاءات مع كل الأساتذة المتقاعدين أمدهم الله تعالى بالصحة والعافية. أمين. هذا مستحيل يعني، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. أكيد. فنختار بعض هؤلاء المصابيح المضيئة ونسلط عليهم الضوء، ونقول للناس انظروا لهذه النجوم المتلألئة في سماء التربية والتعليم. هؤلاء من علموكم ودرسوكم، فشاهدهم. عندما أجري يا أستاذ لقاء مع
معلم ربما بدأ التعليم في الستينيات أو في السبعينيات، تلاميذه الآن الذين درسوا عنده في الابتدائي أو في المتوسط أو في الثانوي في مختلف الأطوار الآن ربما أصبحوا متقاعدين. نعم. فيرى تلك عندما نشوف أستاذ علي رحيم ربما درست عنده في السبعينيات نشوفه يتكلم صورة وصوت، والله إنها لتبعث في ذلك الحنين. نعم. وذلك الشوق لهذا الأستاذ الذي رباني وغرس في مبادئ القراءة ومبادئ الكتابة، وكان يأخذ بيدي ويعلمني كيف أكتب الحرف وكيف أمسك المسطرة وكيف أسطر ذلك الخط وكيف أرسم هذه الأشكال. فبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضلهم تعلمنا القراءة والكتابة وفتحوا عقولنا للمكرمات وغرسوا فينا النبل والأخلاق والأفاضل. فهذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية هي تكريم لهذا الإنسان، هذا المعلم وهذا الأستاذ الذي خرج تقاعد ربما منذ سنوات وأصبح على هامش الحياة. ربما الكثير من الناس لم يعودوا يرونه، وهو ربما انعزل في زاوية من الزوايا، فعندما نذهب إليه ونجلس معه تلك الدقائق ونسجل معه هذا اللقاء ويعني نبثه عبر وسائل التواصل فيفرح العديد من الأساتذة الذين أوكي. سجلت معهم كنماذج، يعني اتصلوا بي وفرحوا بي فرحا كبيرا، منهم مديرين ومنهم مفتشين ومنهم معلمين، هم في ذلك المكرم يعني. نعم. نعم. ففي ذلك التكريم يفرح ويقول لي بارك الله فيك. هو تكريم معنوي، ولكن نعم تكريم معنوي. فقى التكريم المادي. نعم. وفق ما هو معروف من تكريمات. بارك. يكفينا فخرا أن نذكر المعلم. بارك الله في كل محطة. لولا نعم. المعلم ما كان الأطباء، ولا تفنن في الإعمار بناء، فلتكرموه ولا تقسوا عليه، فما أهانه غير من في عقله داء. داء الجهالة بالإذلال يدفننا، والعلم نور به للمجد إحياء. معلمي سوف تبقى للسراج، وإن بعدت علي فللأرواح إسراء. جميل جدا. نعم جميل جدا. المعلم يعني أسأل الكثير من الحبر، يعني حبر العلماء والأدباء والشعراء، وأذكر منهم الشاعر أحمد شوقي قم للمعلم وفيه التبجيل هذا المعلم أن يكون رسولا. بعد إذنك فقط أستاذ سلم معروف، كلامك جميل جدا، يعني استفتحت لنا الشهية، يعني لا أظن أنه تكفي حصة أو حصتين للحديث عن المعلم الأستاذ علي رحيم والمعلم المربي. المعلم الآن في كيف ينظر إليه، كيف ينظر الأستاذ المربي علي رحيم للمعلم الآن، المعلم في الابتدائي خاصة؟ بالنسبة للفرق ما بين المعلم الممارس حاليا والمعلم المتقاعد، ما نقولش كاين فروق، وإنما كاين مناهج وتختلف ووسائل تعليمية تختلف، وبالتالي الاختلاف الموجود هو اختلاف سياسة تربوية. بكري التعليم المعلم باش يدخل التعليم لازم يدخل مع التكنولوجي، لازم التكوين الأولي تعطاله فيه التدريبات والطرائق التدريس والعلم النفس التربوي الذي هو مهم جدا، يربط العلاقة ما بين التلميذ والمدرس والمعلم، علاقة نفسية. وإذا المعلم ما عرفش كيفاش يربط ما بين العلاقة النفسية بينه وبين التلميذ ما يدرسش عليه وما يفهمش عليه، بخلاف طريقة التدريس المعتمدة سابقا تعتمد على النظري والتطبيقي يسمى الملموس. نعم. أما الآن مثلا الكارثة نتاع الوباء تاع كوفيد تغيرت الطريقة التدريس. نعم. وأصبح تقريب كل شيء افتراضي وكل شيء نظري. نعم. الملموس هذا غير موجود، وهذا الكوفيد خلق هذيك العلاقة تاع المعلم يجلس بجانب تلميذه ويمسح له على راسه ويقول له شكرا، ما عادش موجودة، عاد خايف منه، خايف التلميذ يقرب
للمعلم، والمعلم خايف يقرب التلميذ، وهذه من تخلي المعلم يفقد هذه العلاقة الروحية والعاطفة والعاطفة بينه وبين التلميذ أو الطفل. خلينا نقول طفل خير، الطفل باش نركزوا أكثر على نركزوا أكثر على المعلم الابتدائي، المستعملة المعلم والمتعلم. نعم نعم، مثل المكرم والمكرم. أيوه نعم صح. تفضل. في هذا الكوفيد هذا خلى كثير من العادات التربوية والسلوكات التربوية تتغير، تتغير إلى الأسوأ. شيء جانب إيجابي جانب سلبي يعني. تنحى هذه العاطفة كما كنت تقول أنت، وأصبحت كل شيء عن بعد. التلميذ ما يقرب ليش، من بعيد يروح للصبورة وبالك ما يطلع الصبورة خلاص. خليت والحجم الساعي تجدها يعني على مضاضه من المعلم، يعني المعلم مش باغي هذا. المعلم كيما يتحضنش الطفل ويسلم له على راسه ويمسح له على راسه، اسما ما دار والو، خاصه المعلم الابتدائي، خاصه اذا كان كاينين اولاد ايتام محتاجين الى حنان ومحتاجين الى علاقه مع المعلم. هذه فقدت في بهذا الكارثه وهذا الجائحه. وخلات ثاني حاجه اخرى، الكميه تاع المعلومات. كم تاع المعلومات وما قلصوا حتى في الحجم الساعي. حجم الساعي كان التلميذ يقرا مثلا نظام تفويجي 24 ساعه. كان يقرا 24 ساعه في الاسبوع مثلا والله 30 ساعه في الاسبوع. والمعلم كان مربيا قبل ان يكون معلما. كان يربي، لان كلمه التربيه هي الاولى. كانت وزاره التربيه والتعليم، التعليم هو الدرجه الثانيه. وبالتالي المعلم كان، احنا نقولوا الاولاد اللي ما لقوش عنده ستيلو نعطوه ستيلو نتاعنا. التلميذ ما عندوش كراس ما تسالوش تقول له علاه ما جبتش، ما نقولوش، ما تقولوش علاه ما تحرجوش. عارف وكونه عنده راه جاب وعارف الظروف تاعه، ما تحرجوش قدام زملائه، لان انا عارف التلاميذ تاعي قاري علم النفس التربوي ما شاء الله وحافظهم بالواحد. نعم، هذا يتيم الام، هذا يتيم الاب، هذا عايش عند جداه، ماليه في القريه وهو عايش في المدينه وحده. هذه الظروف نعرفها ولكن نتعامل معاه كل واحد. وهل يجب ان يعرفها يعني كل معلم هذه الظروف داخله في القانون ولا اجتهادا منكم كانت، ام لازمها تدخل يعني حتى لا يجد مبررا المتلقي او المعلم في هذا الوقت في هذا واصحاب هذا الجيل يقول لك احنا ماناش مسؤولين وماناش مطالبين اني يعني نعرف هذا شو ظروفه العائليه. لازم يعرف والله ما يهمش. إذا كان أنا مربي نعم فهذا من واجبي، وإذا كان أنا موظف معلم نستنى في الأجر هذه حاجة أخرى. أنا نهضر لك على من كنا احنا نعملوا أولادنا، أولاد صلبنا، أولادنا اللي هما تلاميذنا. احنا ما نقولهمش تلاميذنا، نقول لهم أولادنا. وصح معتبرينهم أولادنا ما شاء الله. وعلى هذا كانت العلاقة بيناتنا. أنا درك كي نمشي هنا في الشارع نلقى واحد من التلاميذ اللي كنت قريتهم يتحضر ويسلم عليا ما شاء الله. ربما قد يكون يعني صاحب يعني يدخن مثلا، فمن المحال تلقى يدخن امام بطل التدخين. نعم، وربما كنت امره انت ياخذ رايك وما ياخذش راي باباه. اكيد مش به عق والديه بقدر ما ربما كان الاولياء يجونا يعطونا نظره على اولادهم. هم مش داروا اشياء غير سويه في المنزل باش حنايا نصلحوا هذيك الحاله هذه. كنا عباره عن اطباء نفسانيين، مربيين، معلمين، اطباء نفسانيين، وهذا هو الاصل في تكوين المربي. جميل. المربي اذا ما يتكونش من هذا الثلاثي يسمى موظف. وموظف لا تليق بالمعلم بصفه المعلم. طيب الاستاذ سالم معروف، معليش زيد ذكرني بخصال هذا الرجل ونشاطاته وكذلك، لانه لما تكلم عليها انت وانت كرمته في هذه القناه الموقره افضل من يكلمني هو. يعني تفضل. والله الاستاذ علي رحيم يعني ربي يبارك في عمره. امين. يعني انا ربما كتلميذ أقف عاجزا ولا مثل أمامه ولا مثل، يعني على النشاط الدؤوب الذي يقوم به. نسأل الله تعالى أن يبارك له في يمتعه بالصحة والعافية. فهو ربما لم يأخذ فترة التقاعد
لم يأخذها كفترة للراحة والخمول، بل شمر على ساعديه وبدأ يفجر ربما طاقات جديدة ربما لم يكن يستعملها حتى في 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 وقت عمله في السابق، من خلال التغطيات الإعلامية للأنشطة، خاصة أنشطة الكشافة وأنشطة جمعية متقاعدي عمال التربية اللي مقرها في ولاية بسكرة بالمطاعم المدرسية القديمة قريب من محطة القطار لاغار. هذه الجمعية يعني النشيطة اللي فيها عمال جمعية متقاعدي عمال التربية لولاية بسكرة، تخص كل عمال التربية، أساتذة، مدراء، مفتشين، عمال مهنيون إلى غير ذلك، فكلهم يعني يستطيع أن يستفيد من هذه الجمعية. فالأستاذ علي يعني عضو نشيط في هذه الجمعية، بالإضافة إلى أنه كذلك عميد من عمداء الكشافة، وما أدراك ما مدرسة الكشافة الإسلامية الجزائرية. يعني لم يتوقف من التعليم. لا ما زال يعني ما زالت الرسالة تواصلة يعني. لا هو التعليم يا أستاذ الذي كما قال أستاذي علي رحيم رسالة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إنما بعثت معلما. يعني مهمة المعلم لا تتوقف عندما يخرج من القسم وينزع المئزر، مهمته في الشارع، مهمته في السوق، مهمته في البيت، مهمته هذه يريد أن يقرب هؤلاء الأطفال، يحببهم في المدرسة، يحببهم في العلم. يعني نحن ننادي، أنا الآن ما زلت يعني في القسم، ننادي للتلاميذ يا ابني يا بني. فتحية لكل المعلمين الذين يؤدون رسالة وليست وظيفة. تحية لكل المعلمين الذين يحفزون أبنائهم. ربما اسمح لي يعني أفتح قوس هنا، ربما البعض يأخذ عينات قليلة ربما لا تؤدي الرسالة كما ينبغي، ويضخمها ويسلط عليها الضوء الكثير. لكن أنا أنقل لك من مكان الحدث يا أستاذ، فضل. الكثير من المعلمين يشجعون تلاميذهم يوميا من جيوبهم. في كل فصل دراسي هناك جوائز تحفيزية من عند المعلمين لتلاميذهم والأساتذة. الأدوات المدرسية، الكثير من المعلمين والأساتذة إذا تلميذ لا يجد أدوات مدرسية فيساعده أستاذه أو معلمه ويبذل معه، بحيث هناك حكمة تقول لا تستطيع أن تعلم الصغار إلا إذا كسبت قلوبهم. صح. لا تكسب قلوبهم لا بالصراخ ولا بالعقاب ولا بكثرة الضغط والتزيير، إنما إذا ما كسبت، نحن ندخل إلى هذه الغرفة إذا عندنا مفتاح. نعم. إذا ما عندكش مفتاح لا تستطيع أن تدخل. فإذا كسبت قلب هذا الطفل الذي يجلس أمامك تستطيع أن تعلمه وتقدم له ويتقبل منك، حتى إذا صرخت في وجهه أو بين قوسين يعني، وإن كان العقاب الآن المادي يعني ممنوع، حتى وإن تعاقبه سيتقبل منك ذلك، لأنه يحبك ويعتبرك والده قدر. أو يعتبر المعلم أمه. نعم. ويتقبل منك كل شيء ويحب المادة نتاعك بحبه ليك يعني. بارك إذا أحبك أحب المادة نتاعك يعني. ولهذا نحن نريد أن نرجع هذه المكانة للمعلم، أن المجتمع يحترم هذا الإنسان. لا يا سيدي الفاضل، لا يوجد شخص يشاركك تربية أولادك كالمعلم. معجزة الحياة المعلم. نعم. حقا والله معجزة الحياة. نعم. الآن أنت في مهنتك الآن، الإنسان راه يعمل في البلدية، راه يعمل في البناء، راه يعمل في القطاع الصحي، راه يعمل في أي وظيفة، راه يعمل في الفلاحة، ونحترم كل المهن وترك ولادته أمانة عندنا. نعم. فهذا المعلم وهذا الأستاذ في مختلف مراحل التعليم من الابتدائي إلى الجامعة هو يشاركنا تربية أبنائنا، فعلينا أن نعطيه من الاحترام ومن الأولوية ومن التقدير ومن المكانة، ونساعده قدر المستطاع حتى يؤدي وظيفته على أكمل وجه. نعم. طيب المعلم لا يحتاج ربما لتكريمات كثيرة وكبيرة ولتشهير، لأنه يشوف في نفسه أنه يخدم في خدمته، ولكن احنا كنحبوا نذكر المعلم
نحب نذكر إذا كان فيه نقائص للمعلم ومازال يعيش تلك النقائص باش يكمل وتكتمل المهمة نتاعو. أولا خليني نقول أستاذ علي رحيم، هل المعلم لما تنقص نقائص تجعل منه يعني ربما معلم ينقص أو نقصته فكرة باش يربي الأولاد، أم مهما كانت النقائص مهما كانت الصعوبات ما عنده حتى مبرر يقول لي ما قدرش نقري؟ نعم، هو ما دام اختار هذه الرسالة إلا هو لازم يكون أولا عنده ميول وعنده قناعة بالمهمة اللي راح يطلع بها. نعم، وبالتالي لازم يكون مهيئ لهذه الرسالة نتاعو بحكم أنه مهيئ. ما لازمش لازم يعود يقلد في المعلمين اللي قدم اللي يعرفهم والمربين، وعود يتذكر حتى في الناس المعلمين اللي قراوه كيفاش كانوا يتعاملوا معاه، وياخذ يسانسبير كما يقول يستوحى منها الطرائق تاع المعامله اللي هي مهمه جدا اكثر من التعليم في حد ذاته، اللي هي المعامله والعلاقات مع التلاميذ. نعم، في التكوين الاولي في كون نورمال كما اللي درته هنايا في بلدنا في 66، والا في المعاهد التكنولوجيه اللي جات فيما بعد. ثم يعطوا للمعلم السلوك نتاع المعلم كيفاش يكون، الهندام اللي هو مهم اللي يجي بالاحترام، لان في الوقت اللي نحكي لك عليه هنايا ممنوع تلبس الجين المعلم، ممنوع يلبس باسكيت المعلم، لازم يلبس كلاسيك كرافات اوبليغاتوار. احنا كنا طلبه باش نخرجوا نهار السبت العشيه ولا نهار الاحد في ذاك الوقت، المدير الله يرحمه يقفم الباب، اللي مش الهندام تاعو مليح ومش مدير كرافات ما يخرجش، لان لازم يقول عندك هندام تاع مربي، الناس كي يشوفوك في الشارع يعرفوا بلي راك مربي. كي تلقى الاولاد كما يقول واحد المربين الفرنسيين الان يقول لقيت زوج ولادي يتقابضوا واحد يفك راه معلم. نعم، لانه هو اللي مربوط مازال عقله. نعم، حتى خرج التقاعد مازال يعتقد بنفسه صاحب رساله. صح، ومازال يعتقد بنفسه مسؤول. نعم، مسؤول في الشارع ومسؤول في المدرسه ومسؤول في البيت نتاعه. نعم، وبالتالي المعلم تعطى له السلوك الحسن والسلوك السوي والسلوك التربوي، وما يلزمش يتصرف تصرف تتقري الاولاد لازم تمشوا على الرصيف الايمن وانت تمشي في الطريق، مش ممكن. لا تنهى عن خلق وتاتي مثله يعني. يعطيك الصحه. الجين في الوقت هذاك ممنوع، لانه الجين يلبسوه تقريب الناس يخدموا الاشغال لا ماسونري والحاجات الاخرى، ما يلبسوش المربي، لازم الهندام تاعو لائق والكلام تاعو لائق، نضيف في كلامه ونضيف في هندامه وعلاقته مع المجتمع، هذه كل تخليه ما تعودش عنده نقائص كبيرة. ممكن عنده نقائص صغيرة، وكيديروا المسابقة تاع المعلمين يديروا المسابقة الشفوي. الشفوي واش معناه؟ الشفوي يشوفوه إذا كان في لسانه لعثة تلعثيم ما يقدرش يتكلم مليح لأن هذا ما يقدرش يوصل رسالته، يشوفوه إذا عنده إعاقة ما يعودوش الولاد يتلقوا به، مثلا إعاقة جسدية ولا إعاقة ولا قصر من عين ولا حاجة، كان قبل ما يدخلش التعليم هذا، لأنه يعطي صورة. لازم المعلم ما نقولكش يكون بارفي كامل كمال لله، ما يكون منظره لائق وما يفزعش. ما يفزعش. وإحنا كان المعلم الله يرحمه في بيتنا درنا عنده ستاج، نروح عنده ستاج بلوكي، من النصائح اللي مدها لنا يقول لنا ما لازمش تاكلوا قدام الاولاد، وما لازمش حشاكم تدخلوا لي تواليت قدام الاولاد، لازم الاولاد يشوفوكم ملائكه لا تاكلون ولا تشربون. تفضل، الميكروفون مفتوح. ربما هذه الرساله اللي حبيت ان نوصلها من خلال هذه اللقاءات، انه تبادل المعرفه. نعم، مثلا لما ندير انا لقاء مع استاذ متقاعد سواء كان معلم أو أستاذ أو مدير أو كان مفتش، كيف كانت العلاقة الحميمية بين الأساتذة في تبادل المعرفة؟ أنا مثلا كأستاذ ربما جديد في التعليم أنتقل إلى مدرسة ربما في سنواتي الأولى، من هو الأستاذ الذي سوف يأخذ بيدي
سوف يعلمني أبجدية المهنة. نعم. لابد أن يكون ذلك الأستاذ القديم الذي عنده خبرة. فكيف كان في السابق يتبادلون المعرفة، يعني الإنسان كما يقولوا ما يبخلش، فما كانش يخرج أمه متعلم. فهذه ربما هذه اللقاءات أو الحوارات التي سجلناها فيها هدف من هذا، أن الإنسان كيف كان الأساتذة وما زالوا إن شاء الله دائما كل خير إن شاء الله لا ينقطع، كيف كانوا يستفيدون من بعضهم البعض في تبادل المعرفة، كيف يكون التكافل يا سيدي فيما بين الأساتذة في الأسرة التربوية، يعني في الأسرة التربوية فيما بينهم، إذا كان قدر ربي واحد من زميل من الأساتذة مثلا مرض ولا عنده مريض، كيف تجد الفريق التربوي كله يتعاون فيما بيناتهم، كيف يفرحون مع بعضهم البعض ويحزنون لحزن بعضهم البعض. فلهذا هم إذا خلقوا ذلك الجو المناسب كفريق تربوي سوف على من يعود الفائدة، تعود الفائدة على التلميذ. يعني كي تكون نخدم في مدرسة في متوسطة في ثانوية في جامعة، لما نكون احنا نخدم في جو أخوي من المدير للأساتذة للحارس للعمال، كل ذلك الجو الأخوي، على من تكون الفائدة؟ راح تكون على التلميذ. واسمح لي ربما أن أذكر بمبادرة قمنا بها في شهر مارس 2021 في مدرستنا، مدرسة شوشر الأخضر بالحراية بلدية عين ناقة دائرة سيدي عقبة وليت بسكرة. هذه المبادرة ربما لا أقول فريدة من نوعها، ولكن أنا أتحدث عنها وليصنفها المستمع الكريم أينما شاء. ما هي هذه المبادرة؟ هذه المدرسة تأسست في مارس 1978. في مارس 2021 قد مضى على افتتاحها 43 سنة. ماذا فعلنا؟ وأنا بصفتي كتلميذ تمدرس في هذه المدرسة وبفضل الله تعالى رجعت إليها كمعلم، ماذا فعلنا؟ بحثنا عن كل المعلمين الذين مروا في هذه المدرسة من أول معلم إلى آخر معلم. وهذه المدرسة ربما فيها ميزة، هي ماذا؟ هي منطقة عبور، بما أنها في قرية ولا معلم خلال 43 سنة، ولا معلم ولا مدير خرج فيها تقاعد، يجوا يخدموا ربما 10 سنين 5 سنين 7 سنين ويروح لمنطقة أخرى. فلما سهل الله تعالى وكبر تلاميذهم ولو إطارات، ماذا فعل هؤلاء الإطارات وهؤلاء التلاميذ وأحباب المدرسة كما سميتهم أنا؟ قاموا بمبادرة واستدعاء هؤلاء المعلمين الذين مروا على هذه المدرسة خلال 43 سنة وعددهم ما يقارب 45 شخصية تربوية، عيطناهم كل للمدرسة، دنا لهم معرض للصور القديمة وشافوا أرواحهم كيفاش كانوا صغار وهؤلاء التلاميذ كيف كانوا صغار، وقدم أحد المعلمين درس لمدة 5 دقائق لهؤلاء، منهم ربما أذكر منهم صديقي وأخي إمام المسجد الكبير الشيخ حسان بن زين كان أحد الحاضرين وجلس، نعم، وكان كتلميذ في ذلك اليوم وجلس في الطاولة أمام أحد معلميه، والمعلم قدم درسا نموذجيا، والتقى المعلمين فيما بينهم والتقى الزملاء دراسة تلاميذ لقراوهم وأصبحوا مهندسين وإطارات وأساتذة، ولا ترى في ذلك اللقاء إلا دموع الفرح ودموع الشوق، وكان يوما مميزا، دناه يوم 27 مارس 2021 وكان يوما مميزا، يعني فاق كل التكريمات وفاق كل التي أخذوها ربما في حياتهم. واسمح لي سيدي الفاضل أن هذه التكريمات لم تخص المعلمين فقط، خصت كل المعلمين اللي خدموا في المدرسة، كل المدراء الذين عملوا بهذه المدرسة وتقاعدوا أحيلوا على التقاعد، ولم ننسى حتى السادة المفتشون. لماذا المفتش؟ لأن المفتش يأتي لزيارة المعلم ويعمل على تكوينه ويعمل على توجيهه، فهذا المفتش هو جزء من العملية التربوية التي يتلقاها التلميذ أكيد. ربما ولو بطريقة غير مباشرة. نعم. فكان ذلك تلك المبادرة، ويعني نتمنى أن المدارس العريقة في ولاية بسكرة تقوم بهذا، يعني ربما ما يشبه هذا التكريم، فراح تبعث أروح من جديد في نفوس هؤلاء. يعني قال لي واحد الشيخ، تسمح لي يعني، نعم، قال لي والله يا شيخ نحيتوا علينا، انفضتوا علينا التراب، قال له
خرجتونا، قال كنا نحس في رواحنا أمواتا فبعثتم فينا الحياة من جديد. والله ما نأسف، ما لازمش، هو دائما حي في قلوبنا المعلم. المفروض باش نذكروك أيها المعلم يا المربي الفاضل، راك في قلوبنا ما نقدرش ننساوك. إذا كان كلامي هذا الذي أسترسله حتى بكثير من الضعف، ولكن هو كلام موجه عبر أثير إذاعة الجزائر من بسكرة، فالفضل يعود لك يعني بكل فخر. أستاذ نعود نرجع لك في كلمة أخيرة، الوقت مبقاش، احنا تسمح لنا تكريمنا بسيط جدا متواضع. فجاءني به الأستاذ سالم معروف وصديقي يعني، في الحقيقة من خلالك احنا نكرم كامل المعلمين خاصة معلمي المدارس الابتدائية. حبيت نقول فقط إذا حبيت تذكر الآن معلميك وزيد تكرمهم حتى عبر الأثير تفضل. احنا ذكرنا من قبيلة الأستاذ علوي سليم هذا الفاضل والمربي العظيم رحمه الله، نزيد نذكر أساتذة أخرى ومعلمين رباك أستاذ. بالنسبة للمعلمين اللي ما تقدرش تنساهم وخاصة في المرحلة الابتدائية، اللي كانوا يعني هما الأساس، هو المنصة تاع الانطلاق، وإن كان دراسنا تاعي كانت بالفرنسية على الأول، واللي كانوا قرونا كل تقريبا قور ويهود، ولكن كان منهم نصيب من الجزائريين العرب، منهم المرحوم عز الدين السريتي ربي يرحمه، اللي كان أستاذ فرنسية، كان أستاذ فرنسية، وبعد مدير متوسطة غمري حسين، وخرجت قاعد مثلا. المعلم تاعي اللي قراني ثاني الشيخ محمد سليم، محمد سليم علوي، ربي يرحمه ثاني، كان معلمي، ومن بعد خدمت معاه تحت إشرافه كمعلم، وخدمت معاه كزميل كمدير مؤسسة. واحد آخر يقول له بغزالة، ربي يرحمه، توفى من الواد سوف، كان من اللاجئين في تونس كي دخل في وقت الاستغلال، كان قرانا العربية. كان السعيد جودي ربي يرحمه، كان مدير تربية، وكان مدير معهد تكوين في بوزرعة ربي يرحمه. كثير من المعلمين اللي قراوني لهم الفضل في تكوينك يعني، تكويني ما شاء الله، في تكويني كفرد أولا وقبل كل شيء، وبعد في تكويني كمربي، يعني اللي مات ربي يرحمه، واللي حي ربي يرزقه ويعطيه البركة في عمره. ومن الذين يعني درستهم يعني وترباوا بين يديك؟ والله فيهم كثير، فيهم أطباء، فيهم مهندسين، فيهم عمال بسطاء، فيهم يعني تتواصل معهم أحيانا، كاين أخرين تلاقاهم تذكرهم، لا هم اللي يذكروك، هم أكيد يذكروك، هم يذكروني، فيهم اللي يذكرهم، ما تغيرتش كثير، فيهم اللي يذكرهم على ما يبدو يعني خلاو ميزة، هم تغيروا هم كانوا صغار وأصبحوا بالحياة، هم أصبحوا كبار يعني وضرتهم. وأخرين فيهم واحد كان يخدم في العدالة يعني مسؤول، كنت كي نسافر انا كنت في بوشغرون، هو في وقت الارهاب كان يسافر في الحافله، ومرتين يسلك لي الفواياج. قلت انا شكون هذا؟ قلت له صبر شكون هذا؟ قال لي ها هو كراه. قلت له ابن عمي تعرفني انا؟ تسلك لي في الفواياج هذا؟ قال لي نعرفك، نعرفك، شوف الفضل يعني. كي حضرت تحضرني سلم علي، قال لي انا فلان. تفكرت انا كيفاش كنت نعامل فيه معامله خاصه لانه كان يتيم. كنت معاملة تاعه خاصة، ماوش كما الاخرين تعامل معاه على بالي اموره كيفاش نديرها ان شاء الله. بقى هو شاد ذاك الفضل، ما ننساوش فضل الاستاذ. من ضمن الحاجات اللي ده سمى ولده علي انا ما شاء الله. شيء هذا وان دل فانما يدل على تاثيرك في هذا وهم ياسر ما ذكرش. نعم. على كل حال يكفيكم فخرا ان هما اللي يذكركم، والحمد لله رب العالمين، في طريقي يوقفكم ويسألكم ويسألوا عن حالكم. واسمح لي ربما أن أعطف على كلمة في هذا الصباح، ويعني أنا أمر قريبا من الإذاعة، مررت على مقر لإحدى الجمعيات بجانبكم، لأن فيها المعلم الذي درست عنده في السنة الثالثة ابتدائي، ولم ألتقيه به إلا بعد 35 سنة، يعني تلقيته منذ سنوات طبعا، بعد 35 سنة من اللقاء. فعندما لاحظ المعلم يبقى معلما، فعندما يعني تبادلنا بالتحايا والسؤال عن النفس، قال لي لماذا لا تستعملها، لماذا لم تستعمل هذه الكمامة؟
مررت وقلت هل الأستاذ علي، مررت أمام الكثير من الناس من الأصدقاء ومن غيرهم ولا أحد تكلم لي عن هذا الموضوع، لكن معلمي في سنة ثالثة أستاذ محمد فطناسي، صاحب ديره، نعم أستاذي أقدم له هذه التحية، هو الذي قال لي لاحظ المعلم دائما يبقى معلما، يبقى قلبه ينبض بالحب والحنان لكل أطفاله حتى وإن كبروا وحتى وإن رجعوا يعملون معه ربما في نفس المؤسسة أو حتى هم أكبر منه ربما في 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 المستمع، ربما هو بقى في الابتدائي لكن هو أستاذ في التعليم المتوسط أو حتى في الجامعي، لكن يبقى هذا المعلم له مكانة وله تقدير. نتمنى أن المجتمع ينظر بنظرة، يعني تزيد النظرة أكثر حبا واحتراما وتقديرا لمن هؤلاء الناس الذين يشاركوننا تربية أبنائنا، وتحية لهم في يومهم العالمي. شكرا جزيلا، تحية لكما، أنا أشكركما جدا أستاذ علي رحيم، معلمي تسمح لي نقولها لك، معلم، نعم، نشكرك جدا ونتمنى لك كامل النجاح، وخاصة في نشاطك هذا الحر أنك توعي الأجيال، ورك في ثاني في يعني عميد كشفي كذلك، هذا شيء جميل جدا، نتمنى لك كامل الخير. الأستاذ سالم معروف، نتمنى لك كامل التوفيق إن شاء الله في إبراز ما يجب أن يبرز، يعني من خلال كل ما لديه علاقة بالإنسانية، يعني ابتداء من المعلم إلى آخره. نلقاك إن شاء الله في مناسبة أخرى. بارك الله شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.